رمضان كريم واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دائما بحلقه جديده من ولا اطيب. افطارنا اليوم من اليمن، واكيد قبل ما بلش بالمكونات خليني اتوجه بتحيه لاصدقائنا من اليمن، لجلال العامري، لمحمد شالان، ولسامي قريش، وجهن تحيه وقول لهم رمضان كريم. وخلينا نشوف شو المكونات بالطبق الاول من المطبخ اليمني. مكونات شوربه البصل الاخضر: 300 جرام بصل اخضر، 300 جرام لحم غنم، 300 جرام بندوره حمراء، 30 جرام رب البندورة، 30 جرام زيت نباتي، 30 جرام بقدونس مفروم، لتر من مرقة البقر، ملح حسب رغبة، وفلفل حسب الرغبة. خلينا ننتقل للطبق الثاني ونشوف شو المكونات ونرجع نحن وياكم. مكونات الكرشوح: 100 جرام بصل، 20 جرام ثوم، 200 جرام بندورة حمراء، 20 جرام كزبرة خضراء، 30 جرام زيت نباتي، 300 جرام كبدة الغنم، عقدة صفرة رشة، كمون رشة، كزبرة يابسة رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. رح ننتقل على الطبق الثالث تنشوف كمان شو المكونات. مكونات دجاج بالنخي: 200 جرام بصل، 30 جرام كزبرة خضراء، 200 جرام حمص حب مسلوق، 500 جرام صدر دجاج، لتر من مرقة الدجاج، 5 جرامات عقدة صفرة، كمون رشة، قرفة ناعمة رشة، ملح حسب رغبة، وفلفل حسب الرغبة. أكيد مشاهدينا خلينا نشوف الطبق الرابع من شو مكون ونرجع نحن وياكم. مكونات الرقائق بالقشطة مع الموز واللوز: 6 قطع من عجينة الرقائق الجاهزة، 200 جرام كريم حيواني، 200 جرام قشطة معلبة، 200 جرام موز، 50 جرام لوز محمص، سكر بودرة رشة.